الثانية صباحا، مجموعة أشخاص يخربون محلا تجاريا للاجئين سوريين ويضرمون النار في اللافتات العربية قبل اقتلاع كاميرا المراقبة. دقنا للزلمة أساس بدنا نجي نحن نشوفه، أم قلنا لا تجوا بده يقتلوكم. ما قدرنا نجي للساعة 5-6 الصبح، فضينا البضاعة نصة ولشي يومين ثلاثة لحتى زبطنا الوضع بالمهد الوضع يعني. كبرى المدن التركية اسطنبول شهدت تجمع العشرات الذين قاموا بالهجوم على محل اللاجئين السوريين والمقيمين في تركيا، وقاموا بعمليات تخريب وتحطيم لواجهات وزجاج محلهم التجارية، وأيضا سلب ونهب لممتلكات السوريين، مرددين هتافات تنادي برحيلهم. نداءات لقيت بعض الاستجابة من الحكومة التركية التي أعلنت الأحد أنها لن تسمح بقدوم لاجئين سوريين جدد إلى اسطنبول بحسب وزير الداخلية التركي. والله ننتم يعني ما بنحسن نبطل ولا شيء، يعني اليوم هذا باب رزق، يعني اليوم مثلا نسكر وهي ما بنحسن يعني شلون نعيش هيك، يعني هي معيشتنا هون. ومع تصاعد حملات التحريض على اللاجئين، حذرت أطراف سورية وتركية من وصول الأوضاع إلى مرحلة أخطر بكثير في حال عدم التدخل والقيام بإجراءات جدية لتخفيف الاحتقان المتصاعد. حسن جوليد، العربية.